أهلا بيكم. تخيل إنك متقطع عقلية اقتصادية فذة ومهندس محترم، جاب لك مليك إيفونا وصالح جمعة وأحمد حجازي وأحمد الشيخ وعمرو السولية وأجاييه وعلي معلول، وكان بيصرف على النادي من استثماره في اللعيبة واستبدلته بواحد شيش بيش. علي معلول لو بيلعب برجل واحدة أرجى لاعب في النادي الأهلي على الإطلاق. رامي ربيعة اعمل دايت، اعمل دايت و160 تمرين هتفضل بكرش ومدلدل وتخين. طاهر محمد طاهر لما بتتعزل عن كل حاجة مغمية عنيك، لما تحس انك لوحدك مقطوع الحيلة. محمد مجدي قفشة لا مهاري ولا قوي ولا اجريسيف على الاطلاق في اي التحامات ولا هيدرز كويس، الميزة الوحيدة فيه انه جاب هدف في الزمالك في القاضية، مفيش ميزة تانية على الاطلاق. قفشة وشريف وشادي حسين ومحمد هاني ورامي ربيعة لما بترمي ملايين في الارض. عموما النادي الاهلي بدون اي تنظيم دفاعي على الاطلاق ولا حتى هجومي بيفقد نقطتين مهمين امام فريق محترم بقياده مدير فني قدير ومحترم اسمه علاء عبد العال. الاهلي سيعاني الامرين في دوري الابطال. من الاخر يا جدعان، مفيش فريق في العالم بيسجل في الدقيقه 90 ويتغلب، معروفه يعني، دمتم في امان الله.